ان ممكن كتير من اللي اصيب بالكورونا ربنا شفاهم وعافاهم يا رب ويشفي كل مرضانا يا رب العالمين، عندهم مشكله يا دكتور في ان عندهم مازال وجع في الصدر. ده ايه بالظبط بقى؟ ده سؤال مهم جدا ويمكن اهم سؤال في الحلقه، ولو عرفت القي الضوء عليه النهارده في الحلقه بتاعتك يبقى انا بعتبر نفسي النهارده عملت عمل نبيل وانساني وجميل. طب كويس قوي، ربنا يبارك فيك. متلازمه ما بعد كوفيد او ما بعد كورونا، بوست كوفيد سيندروم. نعم. بيسموها كده. كورونا بيعلمنا الطب من جديد. كورونا بيعيد كتابه تاريخ الطب. سبحانك زي ما رب. هو بيغير في الكون وبيغير في اخلاقيات البشر. وزي ما قلنا عالم ما بعد كورونا غير عالم ما قبل كورونا. ايضا للاسف الانسان اللي بيصاب بكورونا بيقعد فتره ما بعد كورونا يعاني من بعض الاعراض. يعني هو الميكروب خلاص تريجر. عارف حضرتك انا بشبهه بايه؟ يعني مثلا عود كبريت كده عمل ايه؟ حريق. والعود انتهى. لكن احنا بنلم تداعيات هذا الحريق. نعم. فهذا الالتهاب اللي هو سيستميك انفلاميشن، التهاب العام او القابليه للتجلط او لخبطه الاجسام المناعيه اللي حصلت في المرحله الحاده الاولانيه ممكن تستمر اثارها وتوابعها، توابع زلزال الرئيسي اللي هو الفيروس. التوابع دي ممكن تقعد فتره طويله، في بعض الناس بتقعد لغايه 6 شهور، انا في ناس بتابعهم لغايه دلوقتي قربوا على سنه، يقول لي نفسي تعبان، نبضات قلبي سريعه، يا خبر، ضغطي مش مظبوط، انا عندي وهن، عندي ضعف عام، بنهج، اقعد اعمل له رسم قلب الاقي النبض سريع شويه، فبضطر ادي حاجه تهدي نبض القلب. اقول له بتاخد دواء السيوله؟ يقول لي بص انا اخدته شهر او اتنين وبطلت، اقول له لا ارجع لدواء السيوله. لان هو زي ما قلت لحضرتك في الجزء الاولاني ان احنا اكتشفنا ان كورونا مرض تجلطات وقابليه للتجلط وبيحفز التجلط وبيخلي الواحد عرضه للجلطات. نعم. وساعات التجلطات تبقى حاجه ماينور او مايكروسكوبيك ما تتشافش. لكن ممكن تلخبط الجسم، فعشان كده دواء السيوله في منتهى الاهميه. انا بصراحه بمشيهم على دواء السيوله لمده 6 شهور. في ناس يا دكتور بتاخد دواء السيوله ده يعني عادي، يعني تقول انا المفروض دلوقتي ناخد دواء السيوله بعد سن ال 40. لا، ده برضو مقوله خاطئه. وانا يمكن كنت كتبت مقاله قريب اللي هو القول الرصين في تعاطي الاسبرين بعد سن ال 40. بحب انا اتسجع كده. فهو القول الرصين في تعاطي الاسبرين بعد سن ال 40 ده غلط. ليه بقى؟ لازم يبقى تحت اشراف طبي. يعني مثلا لازم يكون عندي عوامل الخطوره. عندي الضغط مرتفع، عندي السكر، عندي الكوليسترول، مدخن كثيف التدخين، جات لي جلطه في رجلي من فتره، والدي مات بازمه قلبيه في سن صغير، عندي عوامل وراثيه للجلطات، في الحاله دي ممكن اخد اتحجزت بازمه قلبيه اخد اللي هو الاسبرين. لكن مش اي شخص معدي في الشارع كده ياخد الاسبرين. لان حتى الاسبرين له اعراض جانبيه، ممكن يعمل قرحه في المعده، ممكن يعمل نزيف. يعني في بعض الناس ياخد قرص اسبرين يجي له نزيف من الانف، واحيانا يزود الدورة الشهرية عند الواحدة وتبص يجي لها انيميا. يعني تعمل وقاية من أزمة في القلب يجي لها انيميا الهيموجلوبين 8 7 وتحتاج نقل دم. وقلبها يتعب من الانيميا. فلازم يتاخد تحت اشراف طبي. لكن بالنسبة لكورونا انا بفضل ندي ادوية سيولة الشخص اللي اصيب وثبتت اصابته وعنده هذه الاعراض لازم يمشي على الاقل 6 شهور سواء اسبرين او سواء لينواك. في عائلة جديدة من مضادات التجلط الدكاترة عارفينها، مش هقول اسماء. لكن دي بتفيد في هذه الحالات. ساعات برضو بحب ادي حاجه زي ديكساميثازون. فاكره لما طلعت الهيصه وبتاع وبريطانيا اكتشفت الدواء ده؟ مش دواء جديد. هو ديكساميثازون يعني مشتق من مشتقات الكورتيزون، ودواء معروف طول عمره في المناعه. فهو بيتاخد وبيتاخد بجرعه معينه، ممكن يطول الفتره بتاعته شويه. يعني الناس اللي بيجي لها كورونا وتفضل تعبانه شهرين ثلاثه، برجع لهم تاني الديكساميثازون على هيئه اقراص، ولو سمحتوا يتسحب بطريقه يعني جراديوال ويننج، عمليه فطام. في بعض الادويه او الهرمونات لما بتديها للجسم وتوقفيها مره واحده زي ما تكوني سايقه عربيه وتوقفي مره واحده، يعني بتعمل صدمه. فلازم تبقى جراديوال وذرول لان انت بتلخبطي الجسم. تمام. فعشان كده اللي بدا كورتيزون وهو عنده كورونا او كوفيد لازم، او ديكساميثازون قصدي، يعني لازم يروح لدكتور يعمل له عمليه ويننج او يرجعه تاني بجرد